دكتور، هو فعلا احيانا بنفاجئ كده ان فجاه ممكن يحصل تورمات مختلفه في اماكن مختلفه في الجسم. النهارده نتكلم بالتحديد اكتر عن تورمات العنق، بس التورمات يا دكتور عموما لما تحصل فجاه في الجسم ده بيبقى ليها سبب معين ولا اسبابها بتختلف حسب المكان اللي بيحصل فيه التورم؟ يعني حسب سبب هذا التورم، حسب الشيء اللي سبب هذا التورم طبعاً. ونوعه. يعني مثلا تورمات اللي بتحدث في اي مكان، لو في العنق مثلا وحصل مره واحده منطقه تورمت كده وكانت مؤلمه ومحمره وحاجات زي كده، بنتوقع ان التهاب ميكروبي، وضع ابر، خراج، كيس دهني والتهاب. مثلا في البطن لو حته خرجت من البطن مثلا زي كيس بنعتبره زي فتق مثلا، وهكذا. اي مكان بيظهر فيه اي كتله، ممكن يكون مثلا تورم في غده لمفاويه، تورم مثلا في كيس دهني، او شيء يبقى له معنى بعد كده لو استمر. يعني مثلا الحاجات الالتهابيه بتاخد وقتها وتروح، لكن التهابيه بتكون بسبب زي ميكروب او او فيروس ولا عاده كلها ميكروبيه اكتر يا دكتور؟ بكتيريا وحاجات زي كده. لكن دي بتيجي نتيجه ايه؟ مثلا حد اتعرض لدور برد بكتيريا، اي حاجه يعني مثلا واحد جاله التهاب ميكروبي في حته معينه في جسمه بيعمل زي خراج عادي جدا. في كيس دهني والتهب عادي جدا. في غده لمفاويه في حته معينه والتهبت، وهكذا. يعني الحاجات الالتهابيه او الميكروبيه او الحاجات اللي زي كده ما بتخشش في الحسبان على انها تكتلات او مثلا تورمات او 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 اورام، ونبدا نقلق بقى ونخاف وان هي حاجات يعني خبيثه. دي الحاجات العاديه، يعني دي الحاجات العاديه، وبتظهر في الرقبه، وبتظهر في البطن، وبتظهر في الاطراف، بتظهر في اي حته. لكن الحاجات اللي ليها معنى او نبتدي نتعامل معها هي الحاجات اللي بتبتدي تخرج من طور انها حاده، وتخش في بقى فتره مثلا اسابيع وشهور، تفضل مستمره الورم ده. ساعتها بقى نبتدي نقول نتحسب لهذا، ونبتدي ناخد الاجراءات ان احنا نعرف، والفحوصات، وعايزين نعرف ايه السبب، ايه التضخم دوت ونوعيته ايه وسببه ايه. طب التورمات اللي في العنق يا دكتور، ايه الاماكن اللي في العنق اللي بيحصل فيها تورمات اكتر واكثر انتشارا مثلا؟ العنق يعني تشريحيا بتقسم لثلاث مثلثات. المثلث الامامي اللي هو ما بين العضله الفاصله الاساسيه اللي هي الاسترنوماستويد ديت، وما بينها وما بين الميد لاين او الخط الاوسط، ده بنسميه مثلا المثلث الامامي، ووراه بيبقى المثلث الخلفي، فوق المثلث الامامي. دي تشريحيا بتقسم لهذا. لكن في تورمات لما بتظهر في الرقبه حسب الجهه التشريحيه بتديك انطباع ان دي ممكن تبقى كذا، لكن تورمات الرقبه او العنق بيبقى في ليها اسبابها العديده. نبتدي مثلا بالحاجات الخلقيه، الحاجات اللي اثناء التخليق وبتستمر بعد كده في الرقبه. اطفال بتولدوا بيها، الاطفال بيتولدوا بيها، ممكن تظهر بعد فتره، وممكن تستمر لغايه في السن الكبير. يعني اول هذه الحاجات الخلقيه الكيس بتاع الغده الدرقيه، يعني تلاقي في بليه كده في نص الرقبه في المنتصف، وبيتحرك مع خروج ودخول اللسان. ليه؟ لان الكيس بتاع الغده الدرقيه دوت او السيروجلوسال سيست مثلا مرتبط بقناه واصل لغايه اللسان من الداخل. فلما بيجي البني ادم يطلع لسانه ويدخله، الكيس ده بيتحرك، ده بنسميه سيروجلوسال سيست، ويبقى موجود في الميد لاين او في الوسط بالظبط. وده بيحصل له حاجه في يعني بعد الولاده يا دكتور، بيحصل له المشكله، ايه المشاكل اللي بتحصل له؟ هو المريض بيتولد بيه او بيبقى الطفل الطفل بيبقى موجود فيه. هو بتسال بقى يعني ايه دوت
فبنقدر نشخص حتى من خلال خروج اللسان ودخوله. ممكن نتاكد بالسونار. عشان كده في تحليل اول ما الاطفال بيتولدوا يا دكتور، ولا ده ملوش علاقه بال... لا هو ده عيب خلقي غير هبوط او وظيفه الغده الدرقيه او مشاكل الغده الدرقيه كوظيفه. يعني ده شيء خلقي، يعني في نتيجه ديفكت خلقي. فدوت مثلا ايه؟ طب ايه اللي بتبقى اعراض يا دكتور؟ وده اعراض ان هو بيبقى فيه كتلة زي البلية كده موجودة، تبقى واضحة يا دكتور. وبتتحرك مع خروج اللسان ودخوله. يعني واخدة بال حضرتك؟ دي بنعمل سونار نتأكد منه، وبتبقى بتتعمل الحل بتاعها جراحي، ان احنا بنفتح على الغدة الدرقية وبنوصل لهذا الكيس، وبنمشي مع القناة بتاعته لغاية نهاية اللسان، وبنربط وبنشيله. فدوت السيروجلوسال سيست او ال ودي التدخل الجراحي يا دكتور بيبقى في سن كام؟ يعني لو ده طفل المفروض في اي يعني ممكن يعني اصل هو ممكن يعيش بيه فترات كمان، يعني ممكن ملهوش اي مضاعفات الا اذا حصل مش في التهاب او حصل مشاكل فيه. اكيد هيضايقه. طب وهو لا هو لو تضخم وحصل في التهاب ومشاكل لا بتبقى بعد كده ايه لابد من التدخل افضل. بغض النظر سن الطفل يبقى قد ايه يا دكتور؟ ولا يعني في سن معينه؟ يعني هو بيبقى السن اللو يعني ممكن يتخدر في اي وقت عادي، مفيش مشكلة. دي حاجه. طيب دي الحاجات الخلقيه اللي احيانا الاطفال ممكن يتولدوا بيها يا دكتور. ايه المشاكل التانيه اللي ممكن يحصل فيها تورمات عند في العنق؟ في حاجه زي مثلا ايه، انت عارفه الجسم حضرتك بيلم من المنتصف، فحتى عند تكوين الجلد بيلم على بعضه، ساعات الخلايا الجلد نفسها تروح منكمشة للداخل وتعمل حاجة كيس زي حاجة اسمها ديرمويد سيست. الديرمويد سيست دوت بيبقى عبارة عن سيست موجود برضو في الميد لاين، يعني غالبا بيبقى في المنطقة العلوية اللي فوق، فبرضو بتلاقي كيس زي البلية كده موجود في المنطقة اللي فوق في الميد لاين برضو. دوت بيتعمل سونار وبيتأكد ان هو مثلا ايه. وده بيبقى اسبابه ايه يا دكتور؟ هل التخليط لما بيجي يلم في الميد لاين الجلد على بعض، فخلايا الجلد بتدخل للداخل، فبيحصل ان هو يتكون كيس من كده، يتكون كيس بنسميه ديرمويد سيست. ده برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده. في من ضمن الحاجات التانية برضو، وده حله بس التدخل الجراحي يا دكتور، ولا السيست ده ممكن ان هو بالأدوية يقل حجم؟ ازالته جراحيا. وممكن يرجع مرة تانية ولا خلاص؟ لا لو اتشال كويس خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع خالص يعني. ودي بتبقى مضاعفاته ايه عموما يا دكتور؟ لو اتساب ممكن يحصل فيه انفكشن، التهابات وحاجات زي كده، وبيبقى مؤلم وبنفل وزي كده. هيأثر بقى طبعا على طريقة الكلام، الأكل؟ لا هو بيبقى خارجي، ملوش علاقة باللي جوه، يعني ملوش علاقة باللي جوه، يعني مفيش قلق ان هو يعمل مشكله، بس ممكن يعمل طبعا التهاب ميكروبي فيه فيسبب مشاكل تانية في اماكن تانية اللي حواليه بقى. يعني ايه تضطر ان انت تتعاملي معاه كحاجه ملتهبه طبعا. بتدي مضادات حيويه وبتاع، وبتستني لما الدنيا تروق وبتشيليه. ولم وده ورم عادي، تورم عادي يا دكتور، مش تورم خبيث. لا تورم حميدي عادي، الحاجات الخلقيه كلها حميديه. ما فيهاش مش ممكن تتحول بعد كده ان هي تبقى ورم خبيث يا دكتور؟ حتى لو هي بدايتها ورم حميد، هل بعضها ممكن يتحول لورم خبيث؟ في بعض الحاجات لو قعدت فترات طويله، يعني حتى في الكيس الدهني البسيط اللي احنا كلنا فعلا يعني بنهمله ده، لا الواحد ما بيفكرش ان هي حاجه جديه، وان احنا نهتم بيها ونهتم نروح نكشف. ناس كتير بتهمل الموضوع. اللي عنده كيس دهني وقعد 10 سنين او 15 سنه، لا يفضل ان هو يتشال، يفضل. يعني عفوا، في حاجات حميديه بعد فتره طويله من الالتهاب المتكرر وحاجات زي كده، ممكن يحصل تغير في نوعيه الخليه من الداخل ويقلب. يعني الكلام ده موجود يعني. طيب. الحاجات الخلقيه موجوده في الرقبه، في كمان اثناء برضو التكوين في اكياس بنسميها برانكيال سيست، ساعات تظهر
على في مؤد يعني على العضلة اللي هي في الرقبة الأساسية ديت من الأمام كده يتكون أكياس، وساعات الأكياس دي تلتهب وتعمل ضغط وحاجات زي كده، برضو دي بنسميها برانكيال سيستس، برضو بتبقى موجودة وساعات المريض بيسيبها لفترات طويلة يعني. من الحاجات بس كل ده ما فيهاش قلق يا دكتور، وتتشال عادي تتشال تتشال عادي كويس خلاص، وحتى لما تتشال بعد كده في اي طرق علاج مختلفه يا دكتور بياخدوا علاج اشعاعي ولا ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. في من ضمن الحاجات برضو الانترستنج والجميله قوي التضخم بيظهر برضو في اعلى الرقبه من الجنب هنا بنسميه سيستيك هيجروما، اللي هو يعني نتيجة ان الجهاز الليمفاوي في هذه المنطقة بيعمل تكيسات زي اكياس ليمفاوية، وديت بيبقى ليها سبب معين يا دكتور؟ ليها علاقة بنوعية اكل؟ ليها علاقة؟ لا لا لا، ده هي خلقيا تقدري تقولي تشوه في الجهاز الليمفاوي، او تقدري تقولي في تغير في الجهاز الليمفاوي في هذه المنطقه، يعني بيكون مثلا ايه اكياس يعني ليمفاويات بتكون اكياس وحاجات زي كده في المنطقه ديت، وديت يعني من ضمن الصعوبات بتاعتها جراحيا انها بتبقى فيها التصاقات كتير ومشاكل كتير، فازالتها جراحيا بيبقى مش يعني ايه مش بيبقى فيها صعوبه عاليه. لكن من الحاجات الجميله انها ممكن تتعالج بيها السكليروثيرابي، ان انا بحقن المواد فيها بخليها بعمل لها اوبليتريشن، يعني بحاول ان انا ايه اتدخل بطرق الحقن ديت وبتجيب نتائج طيبه. ودي هتغنينا يا دكتور عن تدخل جراحي؟ والحقن ده بيبقى عباره عن ايه؟ ماده معينه؟ ماده سكليروثيرابي، يعني ايه ماده بتخلي الانسجه من جوه تلزق في بعض فبتتلغي. يعني ايه برضه بحضرتك نفس الفكره ديت، ان انا بيحصل ان الانسجه بتلزق في بعض، ولان هي عباره عن اكياس لو لزقت بتفش والمواضيع بتنتهي برضه بحضرتك. دي من ضمن الحاجات الخلقيه اللي من اللي هي من اسباب تورمات الرقبه او الحاجات التانيه بقى. الغده الدرقيه يا دكتور بيحصل فيها ما هقول لك بقى يعني حضرتك الغده الدرقيه منتشره طبعا بمشاكل وامراض مختلفه عموما يعني. هو في اربع غدد متهمين في الرقبه، يعني اربع غدد يعني لو اتكلمنا عليهم الحلقه هتخلص على واحده حتى منهم يعني منهم طبعا. لا خلينا نتكلم عن يعني اكتر حاجه انتشارا الغده الدرقيه فيها مشاكل طبعًا. كتير الغده الدرقيه طبعا يعني الغده الدرقيه ديت اولا لازم نقول ان ديت تورم الغده الدرقيه يعني الغده الدرقيه بتتحرك مع البلع، اي تورم يتبع الغده الدرقيه بيتحرك مع البلع، فديت ضمن الحاجات. يعني نمره اتنين ان بتعمل السونار، السونار ده بيقول ان فعلا هذا التورم من الغده الدرقيه. بس التورم ده بيظهر يا دكتور لو حصل تورم في الغده الدرقيه بيبقى التورم ظاهر للعين، ولا التورم ده بيبقى داخلي مش بيبان غير بقى بالفحوصات وال الالترا ساوند؟ طبعا طبعا يعني في حاجه زي عين الشمس يعني تبان وتلاقيها بقى متضخمه كمان يا دكتور، متضخمه جدا، ويعني في بعض الامراض الغده الدرقيه زي الجريفز زي اللي هو بنلاقي كتله كبيره في الرقبه في الجنب المالتيبل نودولار برضو اللي هو مليان عقد والحاجات اللي زي كده بتوصل التضخمات لدرجه انها بتعمل كومبريشن يعني ضغط على مجرى البلع ومجرى التنفس، والتدخل الجراحي هنا بيبقى لابد منه طبعا. فدي حاجات باينه زي بس ده اكيد يا دكتور ده حد اهمل وساب الموضوع مده طويله لدرجه ان هي تضخمت للدرجه دي واثرت وسببت مضاعفات يعني وممكن هذا التضخم الجامد دوت ما يكونش فيه عنصر خبيث خالص حميدي، هو بس الشكل بيبقى صعب حميدي شويه لكن طبعاً. لا عامل اعاقه بقى، عامل مشكله، عامل مضاعفات يعني تانية عامل مشكله ان هو لابد من التدخل، ان المريض ما في البلع بيتعب، في التنفس بتاعه بيتاثر، تغير في الصوت احيانا
حاجات زي كده. طبعا ده بيدعوه ان هو يتحرك ان هو ناحية الجراحة.